اسمعي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا من هالمدينه القديمه متجهين والشريفة وصافي. احنا غادي نوصلوك الله يرضي عليك. وكنت حقيقه من الزقع تهاوشوا والله يرضي عليك الحجي. لا معلش طول بالك الله يرحمه. والله يجازيك يا اخي الله يرحمه. هذا خير البركه. خله طول بالك طول الله يرحم. انت الرجل شهر تحمل يا اخي بحسبه الوالده يا طيب. يجازيك يا اخي خذ الاجر معلش. ها معلش ترغبوش الا اش غترغب. خله ما غيرغبنيش الحاج. انت راكي ميمتي ما شاء الله. برافو عليك. ميم كنت انا ميمتك وانت الاولى ديتي ورغبتك. دابا انت الاولى الدوبل ديال اعطيني الهواجر. اي عطا والله. لا كنت نتسنى واحد السيد وهو غادي يعيط. خوي هذول خير البركه والله خير البركه. هذا الجيل القديم هذا الجيل الطيب. متجهين الى البراق ان شاء الله منها الى كازابلانكا ان شاء الله. ان شاء الله رافقكم. السلام. الله يرحم والديك. اتجه المحطه ان شاء الله من هذا المكان. هذه ضواحي الرباط. خلصنا من سلا اتجه الى كازابلانكا ان شاء الله. شنو هم الشام؟ مطعم الشام. الشام هم اللي هم تطلق على الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، بس الأغلب هو الشام اللي بتاع سوريا. ولكن هنا بنور أنتم حالة الشام مرتبطة بسوريا. إيه بس. حتى العاصمة أكثر من سوريا. عاصمة دمشق. برافو عليك. برافو عليك. يقول وين يروحوا؟ صح. يروح الشام. وأيضا المغرب. الشام صارت نفسها العاصمة. صحيح. وأيضا المغرب الأوسط هو الجزائر والمغرب الأقصى اللي هو المغرب. هي مسميات تطلق لازم نعرفها على الشباب العربي حتى يعرف تاريخه يعني. وهذه محطة الرباط سوى توصلنا يا شباب. هذه ان شاء الله متجهين الى كازا. ابو ضاري احنا الحين طالعين من الرباط وسلة الى كازا. اخذنا التذكرة على كم تذكرة؟ 50 درهم. معنا طلعنا مرة من كازا لطنجة 240. كل ما تبعد المسافة كل ما تصير اغلى يعني. لان الرباط قريبة يوم كازا ترخص يرخص. فمن من الرباط الى عوده الى كازا 50 درهم الشخص الواحد. يا بلاش. استمتع في المغرب. استمتع. ابتسم انت في المغرب. وهذه المحطه ان شاء الله باتجاه كازا ان شاء الله. من هنا تقريبا 50 دقيقه الى كازا ان شاء الله. في هذه المحطه الرباط قطار البراق. خليك على البراق. وين راح تاكسي؟ قول البراق. محطه البراق هذه هي اللي توصلك لكازا من طنجه. عفوا من الرباط لكازا ان شاء الله. كازا بلانكا الدار البيضاء. هذا القطار العادي. هذا مو البراق. هذا القطار العادي. هذا شوي ارخص شوي يعني 10 دراهم يعني ولا شيء. البراق لا شكله افضل واسرع يعني. شلونك بعد ما شاء الله مزيوء ما شاء الله. شوف الكبه بس. هذا 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 وجه واحد ينسعر بالله عليك. شوف مال حنطور انت مو مال ابضار. شلونك؟ احلى واحد بسفره. اي ادري فيه. نام نام بعد قلبي. هذا وانت نايم مو نايم كذي بعد شلون. وصلنا المحمدية. هذه أطراف المحمدية. هذه منطقة مدينة كبيرة. هذه مدينة قريبة جدا لكازابلانكا دار البيضاء. سمعتها؟ البراق يوصلك مراكش. ها؟ قطار ثاني يوصلك مراكش. ها؟ يلا معلش. يلا شباب الحمد لله وصلنا. رجعنا من الرباط الى الدار البيضاء كازابلانكا. مثل هذه المحطة اللي تشوفونها كازا يوفاجي. المرة هذه بتاكسي. اول مرة ما اول ما جينا من قطر الكويت ما نمنا 70 درهم. المرة هذه لا ترجع للتكاسي. عرفنا اللعبة 40 درهم المرة هذه. لازم تكسرهم. لازم كل يوم تكشف شغلات. عملت بي فيلم. كاميرا كاسيت. دريت خلوني اروح. يقول انت ما تعرف فيلم. ايش يقول؟ يقول بسوي بي فيلم. بس والله مو هين هذا. ها تعمل لي فيلم مقلب. ها ها عاد انا اللي ادفع. خلي هذاك يفيدك الحين. انا اللي ادفع. خل عدنان يفيدك. خل نشوف اللي خلصك. خليني وامشي. ها تخليني وامشي. الله انا ما عرفت شكون غيخلص. انا اللي خلص خويا. خل عدنان يفيدك الحين. انا نخلي عدنان وهز الظبطه. اي والله خل عدنان وهزني. انا اللي خلص خويا. والله شوي حر كازا مو نفس طنجه. ها بضاري
عودة إلى كازابلانكا يا شباب، نفس الهوتيل ماجستيك هوتيل. إن شاء الله راح نبدأ الرحلة اليوم 30/6، نكتشف اللي ما اكتشفناه. حركة أكثر أزحم هنا، شوف تقريبا 5 ملايين نسمة في كازابلانكا، هو يقول لك 3 ملايين 4 ملايين، لكن أنا شو أتوقع أنهم 5 ملايين، لأن كثير ناس تيجي من مدن أخرى تأتي لكازابلانكا على فكرة. يعني في وسط المدينة الآن في كازابلانكا، رايحين إن شاء الله باتجاه عين السبع أو عين الذياب، عين دياب يسمونه. عندهم ترام مثل ما شوف، عندهم أيضا ترام أحد وسائل التنقل في كازابلانكا الدار البيضاء. جيت كازا لا تنسى تأتي إلى هذا السوق القديم، شوف هذا في صرافين، سوق قديم صورنا إحنا أول مرة بس أيضا بالنهار أفضل الحين. هذا سوقهم القديم، كل ما تحتاجه موجود في هذا السوق اللي في وسط كازا، يم البريد، بريد المغرب، يم بريد المغرب هذا السوق تدخل فيه كل شيء موجود، صرافة، تحويل، ملابس، أكل، مطاعم، كافيهات، كل شيء موجود. هذا يسمونه باب مراكش يا شباب، هني السوق هذا بيتني يسمونه سوق باب مراكش، كبير واسع مدينة نعم، سوق قديم هذا يا شباب. صور حسن، والله احلى واحد حسن، احسن واحد حسن، يلا قول وراي حسن. لحظه تترلرد لا سوق الشعب هنا مثل ما تشوفون، طبقين سمك فريش ولذيذ مع كذي ولذيذ، ابو راعي ياكل، ابو راعي من الناس المتخصصين في السمك، شوربه عدس، يحط لك صوص، يحط لك بطاط مع درينك، هذا كله تقريبا 50 درهم يا بلاش في هذا المطعم. هذه المطاعم الجميله الاسواق الشعبيه. اسمع المغاربة، اسمع المغاربة، خلى جنبه بالله، غني جنبه معه معه، غني معه، شوف ربعك، شوف شوف شوف، اسمع يا ولد الله عليك، ونس ونسني، احلى شعب، صوت صوت بس وين اللي يفهم؟ هو ما فهم، وين اللي يفهم؟ سوق الشعب، شوف شوف، تونس هنا مع المغرب، ابتسم انت في المغرب، بالله قولها، بالله قولها، ابتسم انت بالمغرب، والله والله ابتسم، والله لا حلو، اي والله، والله لا، اي والله، الحمد لله، الله يرحم مرحبا، الله يرحم والديك، تعيش طول عمرك، الله يحفظك، وبالنصر ان شاء الله، ان شاء الله ننتصر، اي والله ان شاء الله، والله الى النصر، اي والله، الشام جاي من جاكرتا ماشي من تما، اه النصر جاي من الشيشان، احسنت احسنت، برافو عليك، احييكم، من تما جاي من بورما ان شاء الله، شي بورما، برافو عليك، اه على بالي، من تما النصر، على بالي. طالب بس يطالب، بس يطالب عدنان ابو راي عطى شكرا تاكسي مرايا، اه قادر قادر اخوي، ودنا احنا من كازر، احنا قادر 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 طول طول قادر عين 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 دياب، عين دياب، عين دياب، عين دياب، عين دياب يا ورده، صحتين 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 على قلبك، الله والله تستاهل، مغارب اخواننا، مغارب اخواننا، الله يرحم والديك، مغارب من انا من الصومال الحبيب، مرحبا، الله يرحم والديك، مرحبا.
الله يرحم والدك. صومالي اخوي واللي وراي تنزاني من زنجبار. تعرف زنجبار من اجمل البلدان اللي كنت من نسافر لها. الله يرحم والدك. الله يرحم والله العظيم. الله يرحم اي والله زنجبار جميله. الله يرحم زنجبار جميله. كنت اقرا عليها في مجله العربي وانا صغير. الله برافو عليك. مين اكتشفها؟ اي سلطان اكتشف زنجبار؟ عماني في معطف. برافو عليك برافو عليك صحيح. امير عماني راح نجيبه. جيب اسمه يا رايحين ان شاء الله نطلع من الفندق الى عين دياب على البحر على الكورنيش. راح نشفر نرجع. راح نسرق ونرجع. نسرق المغاربه ونرجع الفندق. ما عندنا فلوس يا قصر. ما عندنا فلوس. ما عندنا دراهم اخوي. ما يا ننام بالفندق يا ننام في الشارع. اليوم بروح اشفر وارجع. هذه نصيحة جميلة. عيد عيد اذا انا بشفر اذا بسرق اشفر وين اشفر؟ لو انت تشفر اي الاحياء الشعبية. اسمع النصائح من رايح التاكسي. اسمع النصيحة. الاحياء الغنية في حراسة كثير. اسمع هذه معلومة شباب. الامن قويته. احنا جينا هني من الرباط الى كازابلانكا نبي نروح نشفر نبي نسرق. فراعي التاكسي اعطاك نصيحة حلوة قال لك لا تروح على الاحياء الغنية. الاحياء الغنية هذه فيها كاميرات سكيورتي. روح على الاحياء الشعبية. شوف السرقة ممتازة. هذا التاكسي ولا لا؟ هذا راعي التكاسي. الاسم الكريم ممكن تطلع ولا ممكن تطلع؟ لا ما له داعي ما بيطلع. منير راعي تاكسي يقول لك شوف ورخيص رخيص. 10 دراهم زينين ومستانسين. 10 دراهم. هذا اسمه الكورنيش يا شباب. هذا انت في الكورنيش عندك هناك المسجد الحسن الثاني الكبير اللي هناك. وعندك هذا هو شارعهم الرئيسي. هذا منطقه اسمها عين دياب. يعني تقدر تمشى هني على راحتك. جو رائع والبحر على يدك اليمين. عفوا هو طبعا اللي هو المحيط على يدك اليمين. بس للتوضيح كنت اتغشمر مع صاحب التاكسي قلت له بروح نروح شفاره. شفاره كلمه يعني يسرق. كلمه يسرق يقول لك شفار سارق يعني. بس حبيت اضحك معه يعني. تيجي هني على عين السبع وعين دياب هذه المنطقه هني تتمشى على راحتك وتاخذ لك جوله تروح لفوتيلك وتكمل رحلتك في المغرب. والعلم الموريتاني هني والعلم الغذر هني. علم جميل علم غذر. ان شاء الله اليوم متجهين الى مسجد حسن الثاني. تاريخ اليوم 1/7/2022. شوف لنا تاكسي افضل حتى تروح علينا الصلاه. تاكسي ابراري تقريبا غربنا نهايه الرحله له يعني ان شاء الله. ولا لا ولا ولا لا. حبايب المغاربة والعرب. تاكسي هلا 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 هلا. تاكسي ان شاء الله. شوف كمية الناس اللي راح بالمسجد ان شاء الله. شوف الكمية ما شاء الله. كل جاي يصلي. في بعض الناس يعني فيهم النوع من التصوف فكذي يعملون هذه الطريقة يقرون قرآن قبل الأذان. ما شاء الله الكل ما شاء الله الكل جاي يصلي هنا. الكل جاي يصلي هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف كمية الناس اللي قاعد تصل للصلاة ما شاء الله. يمتلئ تقريبا 25,000 مصلي هنا. Yeah.
الله يبارك ما شاء الله ممتلئ المسجد تقريبا 10,000 مصلي ما شاء الله. هذا وقت صلاة التراويح لي برا يوصل 25,000 ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. هذا أهل المغرب ما شاء الله إخواني في المغاربة، المغرب الأقصى، المغرب، المغرب الأوسط، الجزائر، المغرب الأدنى، ليبيا وتونس. العرب لهم تسميات جميلة. ضاع صاحبنا علينا من كثر الزحمة. هذاك وذاك وذاك أبوه، هذاك هذاك أبو جقيراوي أحلى واحد من الأصليبية. طباعة جميلة بطاري، طباعة جميلة على هالصلاة. مسجد ممتلئ ما شاء الله. يعني شوف ما شاء الله، شوف الجموع ما شاء الله. زحمة زحمة تقريبا. تم تغييمهم كم عددهم ما شاء الله؟ تقريبا 10,000 ما شاء الله. أفواج أفواج أفواج. وانك ما شاء الله. نعم نعم هذا الحاضر حضرنا كل بالقرآن بالسوق. نسمع ناس، في ناس تدعي، في ناس تقرأ القرآن. دائما نشوف بالقطار ناس ماسك القرآن وتقرأ في المحلات. ما شاء الله شعب متدين محافظ بغض النظر لا إذا في سلبيات عددها بسيط جدا. بعدين العصر هني العصر تلاقي العوائل ما شاء الله تي هني عوائل هني تقعد وقت العصر يجيبون الشاي يجيبون معهم بعض الحلويات يقعدون هني على البراد قاعدة من أفضل. أمانة أنا جربتها 2012 يوميت هني من أفضل الجلسات اللي جلستها في حياتي. أمانة هني قاعد هدوء من أفضل يعني من الجلسات الجميلة اللي جلستها صراحة. تقعد هنا على هالبراد وتلاقي بارد الجو، وهو نوعية تصميم أيضا رخام يعني وقت الصيف يعطيك برودة شوية فتلاقي. نعم نعم هذا تصميم رائع جدا يعني كلف 3 سنوات هم قاعد يبنون فيه أبو طارق. إن شاء الله الله يبارك. إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله ما شاء الله الله يبارك. يلا شوف تفضل 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 شوف شوف تقريبا 10,000 مصلي اهل المغرب ما شاء الله في كازابلانكا الدار البيضاء مسجد الحسن الثاني. تخلص المسجد هني لازم تاخذ لك عصير برتقال من اخوانك الطيبين 10 دراهم احلى عصير بالعالم هني. وانت تشرب عصير بارد على هالمنظر الرائع هذا الأمانة الخلاب على قولتهم. الله قسما بالله منظر شو يقول لك تكحل عيونك. هذا تكحل عيونك عندما تخرج من المسجد الحسن الثاني عندك العصير هنا ما شاء الله المسلمين الله يبارك. لازم تأتي إلى هنا إلى هذا المطعم كافي سناك. هذا هو أريا كافي سناك. عندهم طاجين بالكسكس باللحم 40 درهم 40 درهم وجبة كاملة 2 لبن زيد 5 5 هذه 50 درهم تأكل لك وجبة رائعة وانت تطالع المنظر الجميل هذا اللي قدامك. الله يبارك. شوف شوف لا تنسى قابل المسجد الحسن الثاني الدار البيضاء المغرب. أبضاري ناطر الكسكس على حرم النار يعني. مثل ما قلنا يا شباب هذا المطعم اللي ذكرنا عليه هذا كله طاجين ودائما أبضاري أهل المغرب. الأكلة هذه مش طاجين لحم ولا شيء، هذه يسمونها الكسكس. يوم الجمعة بعد الصلاة دائما ناكلونها بالعائلة تجمع عليها الأكلة هذه. لازم يكون كسكس. كسكس لازم. مشهورين بالخضروات. ما شاء الله هذا هو أقرب أهل المغرب وقت صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة يجمعون على طبق كبير ويكون كسكس في الخضار أو في اللحم أو في السمك على حسب. هم الطاجين أكلة شعبية كل يوم. نعم بس هم أغلبهم يوم الجمعة يتغدون أهل المغرب على هالكسكس هذا اللي تشوفه ومن هالمطعم هذا وما الله يبارك. أتيت كازابلانكا هذه عندهم يسمونها ساحة الحمام هذه حسب ما سموها لنا ساحة الحمام. في اللي تبيع تشتري من عندهم يبيعون هذا العلف الحمام وفي اللي يصورك وفي إذا أنت تحب تصور نفسك على مهم أنت حر فين مالك. نساء على 50 تاع نساء على من السنغال. اسم الكريم كريم تكلم عربي من السنغال من دكه. شوفوا اهل السنغال تكلم العربي. شوفوا اخوان السنغال عرب ما شاء الله عليه صار له 10 سنوات في المغرب. هذا اللبس المغربي هذا حق العروس والحفلات وايضا هذا لبسهم الشعبي. كل دوله كل منطقه في المغرب لها لبس خاص فيها. ولاحظ الحزام يفرق لازم الحزام يكون ماتش طابق مع اللبس. يجون أنواع ترى شوف كل منطقة لها لبس. في أيضا في بنات لهم اللي يجي القلبية اللي يجي الطاقية اللي من وراء الكبوس.
ايضا ان شاء الله. هذه القلبيه، هذه القلبيه مالتهم. شوف لاحظ اهل طنجه والشمال والناظور والريف يلبسون كذي، اهل عندك اهل كازا يلبسون هذا بطاقيه كذي بالكبوس مالها، لاحظ لبسهم اللي يجي ازرق، هذا اهل اهل شفشاون واهل الناظور الشمال هذا لبسهم. لا اذا شفت طاقيه هني اهل كازابلانكا والرباط، هذه الطريقه عندهم لبس تاريخ تاريخ. والسروال مال هذا السروال مالها لازم تشوف، لاحظ ترى هي ما تجي مع جيب هني من غير جيب. شنو الفكره مالتها؟ ان الفكره ان هذا السروال هو اللي فيه الجيب، فالسروال يكون هو فيه الجيب وفيه مثل ما تشوف فيه سحاب، شوفه سحاب تحط فلوسك موبايلك هنا، فهذا الفكره، هذه طريقتهم. يجي سروال داخله سحاب، فتجي تسرقه ما تلاقي شيء، ما يطلع شيء، يعطيك 1-0، لكن لا تسحب السحاب. وهني صادك، هني صادك المغربي بيعلمك الادب شلون تسرق من عنده. فهذه فكرتها يعني، الجيب فاضي ولكن السروال هذا محل لبس مغربي قديم جميل. اذا تشتري هذه تلبس السروال تحط فلوسك، اذا حط ايده ما يلاقي شيء. حلو هذه، شوف المغاربه يعني اذكياء بكل شيء حتى باللبس. اسم الكريم عبد الحميد. محله في باب مراكش، تلاقي المحل عبد الحميد، اسعار جيده ومحترم رجال، متوصل فيك بضاعه امانه راقيه يعني. وين رايح؟ اقادير. روح اقادير من كازا لاقادير. روح انا عندي كازا، تخش يا كازا. لا روح خلصك وين خلصك؟ ايش اسمك؟ خالد. كيف حالك؟ خالد الورده. عين الله يرحمه. عين دياب. اليوم عمره اليوم ها؟ الحمد لله. الله يبارك. ما شاء الله عليك. عواشر دابا يبيع عواشر. العواشر. قبل العيد 10 ايام يقول عواشر. زحمة. تاخذون عطلة ولا ما تاخذون عطلة؟ احنا ما في عطلة. لا مش انت، انتم كشعب مغربي تاخذون. ياخذون عطلة. تاخذون عطلة ها؟ والذبح وين يصير ذبح الاضاحي؟ وين يصير ذبح الاضاحي؟ الكبش. الكبش وين ايه؟ يذبحوا في المنازل. في المنازل وتوزعوا ها؟ الله يبارك، الله يبارك. عرضوا للناس ما شاء الله. ثلث اخوي، ثلث للبيت وثلث للجيران وثلث للفقير. هذه هي يحيي السنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام. احسنت. وكل مقتدر، مش الا واحد، كل مقتدر. في ناس ما عنده فلوس يشتري ضحية، ما يصير يا اخي، ما يصير. لا اللي ما الله يبارك، والله انت محترم، والله يبارك ما شاء الله عليك. الناس يتبع المرأة. نعم. الزوجة تقول لي لا ما حضيعنا الا العبرة. ويمشي هو ويتسلف ويتكلف ويحاول يسرق. لا حرام عليك، ذبيحة قد وفي ديال الله. كم كذا الكبش؟ 2500 3000؟ الكبش العام في المصاري غالي. تزاد بواحد النسبة ديال 35% على الثمن. علاش؟ العلف الماكلة ديال كل الدول. كاين الأزمة هذه عالمية. يا معود ازمة عالمية البطيخ، يا معود والله يقطك. عندك يا عم عندك. اما الحمد لله خيرات. الماسونية صاحبي. الله يقوينا عليهم. احسنت يا بطل، احسنت. الله يقوينا عليهم. شوف الناس مثقف، شعب مغربي مثقف. الكبش ديال 40,000 ولا دابا ب 60؟ 60,000. 4,000 درهم. لا 3,000 درهم. والله مبلغ 3000 درهم. اسم كبش. اسم كبش. اما راكين الكبش ديال 10,000 درهم. يلا الله يبارك. يلا الحمد لله. الله يطعم كل فقير ان شاء الله. والله الله يقضي حاجة كل محتاج. الله يرحم والديك. شفنا الديسكو لو سمحت. الله شفنا نايت كلاب. شفنا الديسكو. مين يا اخوان مين؟ شرفونا. عطنا اي دولة عربية؟ نشوف السعودية. لا 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 عطنا. اللهجة الصراحة اللي شفت انا الخليجي. خليجي. اللهجة ديال السعودية.